بهذا العمر ما عاد يقوم جسمه بوظافة مثل ملازم، ومنشان هيك ضغط الدم عنده ما بيضل ثابت، وما فينا نسيطر عليه بالأدوية. طيب دكتور، ما في طريقة تخلي ستي تتعافى بسرعة؟ معقول ما في ولا حل؟ بلا، في طريقة طبعا. خلوها مبسوطة، وكمان خلوها بعيدة عن التوتر والتعصيب، وديروا بالكن عليها كتير، وأنا كمان رح أدعي لها مشان تتحسن بسرعة. أمي، الدكتور حكى لنا إنه ما في داعي تخافي، بس لازم تريحي حالك. اسمعني، أنا اللي رح ضل جنب ماما ورح دير بالي عليها. إيه صح، خليكي سوهاسني. رامفير يلا نمشي. قليلي يا أمي، في عندي أمنية. أنت بتأمريني أمر. بدي منكن تعملوا خطبة ساهيل ومنان بأسرع وقت ممكن. ابني بدي حقق لك أمنيتك هي، واليوم رح خبر كلواتي بهالشي. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.